كيف تصنع كنبة سرير مثل هذه التي بالصورة بنفسك في البيت بأدوات ومواد رخيصة وسهولة تامة؟ هذا هو موضوع هذا الفيديو، فمشاهدة طيبة للجميع. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. اليوم إن شاء الله مش نبدأ في صناعة كنبة جديدة مثل التي تباع في شركات إيكيا. احنا الاكثريه هنا في اوروبا بنستعملوا، ما بنعملوا كنبات عاديه، نعملوا كنبات كلها سرير. فما كثير في كثير من انواع الميكانيزمات نتاع التحويل والانواع والاشكال اللي بوريهمكم بعلمهمكم ان شاء الله في كلهم. ممكن يكونوا الفيديوهات طويلين شويه، لكن شوفوا اخواني، فيه اخوه بتطلب انه الفيديو يكون اقصر، في اخوه بتطلب انه الفيديو يكون كامل حتى تفهم. انا ما بعمل الفيديوهات هذه لشخص معين، بعملها للناس الكل اللي بيحتاجها. يعني لو الفيديو طويل انت حاجتك تعرفها تقدر تمررها وتعديها عشان ما تضيع فيها وقت وتفرج عليها، وبذلك يكون الفيديو فيه كل شيء، حتى اخوك الثاني اللي ما بيعرف الحاجات اللي انت بتعرفها بيقدر يتعلمها كذلك. فهمتوني اخواني؟ يعني انا بعمل الفيديو للناس اللي ما بتعرف تتفرج عليه كله عشان ما تضيع اشي، الناس اللي بتعرف حاجات بتمررها وما تخسر فيها وقت، وهكذا نضرب عصفورين بحجر. وبارك الله فيكم يا اخواني، نشوفوا مع بعضنا حتى ما نطول. الكنبة اللي فرجتها لكم في الصورة هذه اللي عندي في قاعة العرض هي اللي حنصنعه أختها إن شاء الله المرة هذه. الكنبة هذه شنية الأجزاء متاعها؟ لو بنلاحظوا أنه فيها الجزء اللي في الوسط وفيها الاثنين أجناب صحارات. شنية الأنواع متاع الأخشاب؟ كما قلت لكم هذا، فما ناس بيكتبولي في التعليقات وكذا أنه هذا خشب ما بيصلح وما بعرف شو وكذا، هذا خشب بيصلح وما تسمعوا الكلام هذا الفارغ. الخشب الام دي اف السمك 16 وانت طالع في الكنبات بيمسك، ما لانه هو بيكون هيك واقف، فهمتوني؟ ما هو هيك، هو هيك يعني، ما بتخافوا منه، تصنعوا به ارخص وما تخافوا منه. الخشب الابيض العادي بنستعمله كذلك، لكن في الهياكل نتاع المقاعد والظهور كما مش تشوفوا، تو نفهمكم ان شاء الله. شوفوا اخواني، الخشب الام دي اف شو بنحتاج منه؟ اذا كان انا عندي الكنبه هذه العرض نتاعها الكامل هو 245 سنتيمتر، يعني زوز متر و45 سنتي. اش معناتها؟ مش نحي منها الجنب اليمين اللي هو الصندوق اللي على اليمين، والجنب اليسار اللي هو الصندوق اللي على اليسار. الجنب اليمين اللي على واليسار دائما الصناديق هذه السحارات، وتكون كذلك يعني عشان تخلي عليها ايدك لما بتجلس، يكونوا دائما العرض نتاعهم في الستاندارد 25 سنتيمتر، فهمتوني؟ باه، لازم نعملوا اثنين صناديق منهم على اليمين وعلى اليسار، ونعمل في الوسط ما بينهم الهيكل اللي حنخلي عليه بعدين الخشب والاسفنج وغيره والقماش اللي بنقعد عليه والظهر. باه، يعني الام دي اف فين بنحتاجوه؟ او الدي اس بي بنحتاجه في هذم الاثنين صناديق، وفي الصندوق اللي ما بينهم اللي بيكون سحاره كذلك، يعني في السحارات بس بنحتاجه. به اول حاجه نبداو بها هي هذه، هي الصناديق مثلا، صورت لكم هذا الصندوق. شوفوا اخواني، الصناديق هذه للكنبه الطويله يعني اللي ما هي زاويه، دائما بيكون في يعني في الستاندار الطول نتاعها هو 1 متر، شفتوه؟ الارتفاع نتاعها دائما هو 60 سنتيمتر، العرض نتاعها كما فهمتكم ستاندر 25 سنتيمتر. هنا رقم 5 هذايا هو هيك، هذا بيكون الباب اللي بيفتح حتى تقدر تخلي فيها اشياء مثل السحارة وتقفله. هنا بتكون القطعة هذه مقفلة، فهمتوني؟ حتى تمسك الهيكل مع بعض. يعني لو احنا بنصنع هذا الصندوق للكنبة بيكونوا لازمين اثنين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، نفسهم زي بعض يعني اخوه. نشوفوا مع بعضنا نعرفوا شنو هي القطع اللي نحتاجوها، حتى اعلمكم لو انتم عاوزين قياسات ثانيه ما ترتبطوا بالمقاسات اللي انا بعملها ولا بصنعها، تقدروا تغيروا المقاسات. مثلا لو عندي الصندوق هذايا طوله متر، عرضه 25 سنتيمتر، ارتفاعه 60 سنتيمتر، كيف بنعمله؟ لازمني خشبه من تحت، خشبه من الامام، خشبه من الوراء، خشبه على اليمين، خشبه على اليسار، خشبه من فوق هذه الصغيره، وخشبه كذلك من فوق اللي هي بتكون الباب نتاع السحاره هذه، يعني صندوق بنصنع. به كيف بنصنعه؟ تقدروا تصنعوا من دي اس بي من سمك 16 ملم او 18 او 22 اللي تحبوه انتم، المهم ما يكون اقل من 16. به شوفوا اخواني، انا رقمتهم لكم كلهم بالارقام، وتوا بعطيكم الحساب والمقاسات نتاعهم وليش حسبتهم هيك، حتى تقدروا لو في حاجه تفهموا شنو يعني الطريقه اللي تحسبوا بها لو عاوزين تغيروا في المقاس. اذا كان عندنا رقم واحد اللي هي هذه، رقم واحد اللي هي هذه، الطول نتاعها متر والعرض نتاعها 25 سنتيمتر، رقم واحد هي هذه، شفتوها؟ هي يعني هذه الخشبه اللي من تحت، هذه شفتوها هيك التحتانية الأرضية متاع الصندوق هذا،
الأرضية هي مقاس الصندوق، يعني طول متر عرض 25 سنتيمتر، نحتاج منها قطعة واحدة اللي هي من تحت بتجي. بعد بنركب عليها الحيطان متاع الصندوق، اليمين هذا واليسار هما الصناديق الصندوق، هذا الحيطان متاعه، يعني هذا مثلا هو رقم واحد هو الأرضية، وهذا اثنين حيطان هيك. الاثنين حيطان هذوما يكون لو احنا عاوزين الارتفاع 60 سنتيمتر، شو بنعمل؟ ارتفاعنا 60 سنتيمتر كامل، لكن لما بنطرح منه السمك متاع الخشب اللي بنخليه تحت للقاعدة اللي هو 16 مليمتر، ونطرح منه كذلك السمك متاع اللي بيجي من فوق الخشبة، كان بيصير يصيروا 16 و16 32 مليمتر، يعني 3.2 سنتيمتر، نطرحهم من 60 كان بيصير عندي، يصير عندي 56.8 سنتيمتر، يعني 56 سنتي فاصل 8 مليمتر. تصير ارتفاع الخشبة هذه رقم 2 وأختها اللي من ناحية ثانية رقم 3 اللي هم 2 و 3 شفتوهم. يصير العرض متاحة نفس الشيء، بنطرح السمك متاع الخشبة اللي من وراء والسمك متاع الخشبة اللي من الأمام، اللي هو الMDF أو DSP هذا سمكه 16، 2 خشبات 32 مليمتر، نطرحهم من هذا المتر يصير عندي 96.8. يعني المقاس اللي بنتحصل عليه رقم 2 الخشبة الجانبية ورقم 3 اليمين واليسار، يصير 96.8 اللي هو هذا طرح السمك متاع الخشبة هذه وهذه، على 56.8 اللي هو الارتفاع هذا طرح الخشبة اللي من تحت والخشبة اللي بتيجي باب من فوق، فهمتوني؟ يصير المقاس 56.8 على 96.8. هذا بنحتاجهم اثنين قطع من اليمين ومن اليسار. توا خلاص صار عندي الأرضية وفوق منها اثنين خشبات هيك. توا شو بنحتاج؟ بنحتاج الورا والأمام. شو نعمل في الورا والأمام؟ الورا والأمام هما هيك، هذه رقم 7 وهذه رقم 6، شفتوهم؟ هذا مشو قياساتهم بيكونوا، القياسات متاعهم بيكونوا نفس العرض اللي هو 25 سنتيمتر، والارتفاع متاعهم بيكون نفس الارتفاع متاع هذوم الخشبات عشان ما يكونوا أعلى أو أقصر، يعني الارتفاع متاع رقم 2 و 3 اللي هو 56.8. فهمتوني إخواني؟ يعني شو بيصير عندي؟ تصير عندي رقم 6 ورقم 7 الأمام والخلف الخشبات هذوم، يكون القياس متاعهم 56.8 اللي هو ارتفاع الخشبات اللي مش يركبوا عليهم على الأجناب 2 و 3، وكذلك العرض اللي هو عرض الصندوق هذا كامل 25 سنتيمتر. تصير المقاس متاع رقم 6 الورانية والأمامية رقم 7، يصير المقاس متاعهم 56.8 على 25 سنتيمتر، اثنين قطعة واحدة اثنين. توا نمر للجزء القطعتين الأخيرين اللي هما رقم 4 و 5. رقم 4 هي قطعة هيك عشان تمسك كله مع بعض، لأنه ما بنقدر نعمل باب على الكل، فهمتوني؟ مع أننا نقدر لكن ما بيكون حلو، وهنا بيكون الظهر متاع الكنبة، يعني ما بنحتاجه هالمكان، هذا من الأحسن نقوي به الصندوق. رقم 4 و 5 هما السقف، يكونوا المجموعة متاعهم لازم يكون هو نفس المجموعة متاع الأرضية لأنهم زي بعض، فهمتوني؟ احنا عنا هنا 35 رقم 4 و 65 سنتيمتر رقم 5، مجموعهم يصير المتر، لكن الباب لما بيفتح بنخليه له مكان فاضي على اليمين وعلى اليسار 2 مليمتر حتى ما يضرب على القطعة الثانية. يعني ال 35 هذه سنتيمتر بنطرح منها ال 2 مليمتر للباب، يصير العرض الطول متاعها القطعة الأربعة هذه 34.8 34 سنتيمتر فاصل 8 مليمتر، والعرض متاعها هو نفس عرض الصندوق هذه اللي هو 25 سنتيمتر، فهمتوني؟ خلاص ركبناهم، توا يصيروا عنا تحت اليمين اليسار الأمام الخلف وواحدة من فوق، خلاص يصير عندي صندوق كامل فيه الفتحة هذه فقط رقم 5. الفتحة هذه مش تكون هي الباب اللي بيفتح السحارة، اللي يكون عرضه 65 سنتيمتر طوله، والعرض نتاعه نفس الشيء مثل الرقم 4 مثل كل الصندوق 25 سنتيمتر. هذه هي القطع اللي بنحتاجوها، وبقرب لكم الصورة نتاعهم حتى بعدين ما تنسوا وما تغلطوا. هما بالأرقام بالمقاسات، وهنا هذه الصورة فيها الأرقام حتى تعرفوا. يعني شوفوا أخواني، لو أنتم عاوزين تعملوا صندوق أكبر أو أصغر سهل ياسر. الطول مثلا عشان تعرف القطعة هذه، أنت عندك قطعة من وراء وقطعة من أمام راح يجوا يعني على الأرضية، يعني بتطرح سمك القطعة هذه وقطعة هذه من سم من طول الأرضية بتتلاقي هذا القطعة الجانبية، أو في الارتفاع عندك ارتفاع معين بتطرح منه سمك الأرضية وسمك الأبواب اللي بتجي من فوق بتلقى المقاس متاعهم، فهمتوني؟ هذه هي الطريقة. هذا اثنين صناديق، يعني فهمتوني يا إخواني؟ هذا الصندوق رقم واحد القطعة متاعه كام، وهنا ضربتهم لكم في الاثنين لأنه تعرفوا هنا كلهم مضروبين في الاثنين القطعة، لأنه حتكون هذه وواحدة ثانية على اليسار يمين يسار. وانتبه إخواني، هذه هي القطعة متاعه عملية التجميع.
هذا الجانب الثاني، هذا القاع الورا، هذا الجانب الأول، هذا الجانب الثاني. هذه الناحية الثانية، الجانب الثاني نفس الشيء باللصق. الآن نصنع في هذا الصندوق، هذا الظهر وهذا اليمين الناحية وهذه اليسار، سهل جدا، فهمتوني إخواني؟ ما في إشي صعب فيه. خلاص، وهنا خلاص. توا نقلب الظهر من الناحية الثانية، يعني هكذا. هو الواجهة الأمامية للصندوق، ثقبتها مثل ما شفتوا حتى انسهل عملية مرور البراغي. خلاص هذا هو، ناخذ اللصق. نحاول دائما نكون مستقيمين يعني قد بعض. بعد ما كنا بتجميع الصندوق هكذا، ركبوا القعر نتاعو ان شاء الله. هذا الصندوق الأول جاهز، كيف جاهز شوفوا معايا. هذه الصناعة الأولى تتغلف كلها من الأجناب
ومن هناك ومن هنا بيكون فيها الباب هذا من بعد. بعدين بنركبه وبننظمه، فهمتوني؟ يعني بتفتح اكس حاره بصير هكذا، فهمتوني؟ خلاص نعمل الصندوق الثاني اللي هو مثلها ما ونرجعه ان شاء الله. والان اخواني نشوفوا مع بعضنا، هذا هم الاثنين صناديق الجانبيه متاع السحارات متاع هذا الكنبه، للناس اللي بتخاف من هذا الام دي اف وغيره. شو اللي بيكسرهم؟ ما بفهم. شنو الحاجه اللي بتقدر تكسرهم؟ ما تسمعوا هالكلام الفارغ. هذا هم الاثنين صناديق متينين مثل الخشب العادي. نمروا للصندوق اللي في الوسط السحارة اللي ما بينهم اللي حاجي عليها المقعد متاع الكنبة. السحارة هذه شو فيها؟ الكنبة عندي الطول متاع المكان اللي بيجلسوا عليه الناس أو بيناموا عليه هو 1.95 متر كامل. العرض متاعها ستوندار 65 سنتي. الارتفاع متاعها ستوندار دائما نعملوه هيك 24 سنتي متاع الخشب، لانه بعدين لما نخلي عليه الخشب متاع العادي متاع الهيكل ونخلي عليه الاسفنج وغيره والقماش يصير الارتفاع متاعه من 42 ل 45 سنتيمتر اللي هو ستوندار متاع ارتفاع اي كرسي او اي يعني كنبه متاع مقعد، فهمتوني؟ باه شو بنحسب هنا؟ ما بقولكم الحسابات اللي فهمتكم كيف بتحسبوا في الصناديق، نفس الشيء بنحسبه بالطريقه هذه، لكن المقاسات كما قلت لكم متر 95 هيك 65 هيك و 24 هيك. بهذه الطريقه من امام الخشبه هذه الواجهه تكون ما هي 24 مثل الورانيه، تكون 10 سنتيمتر حتى نقدر نركب الميكانيزم تاع الفتح تاع الكنبه وما بتعطلوا، فهمتوني؟ خلاص هذم الاثنين بيقسموا السحارة لثلاثة أجزاء، وكذلك نحتاجهم لأنهم يقووا السحارة هذه لأنها طويلة، فهمتوني؟ يعطيها جوستكس يعني قوة. خلاص القعر ما بنركبوه الآن، القعر بيكون إما من الـ DVP أو من الـ MDF الصغير الضعيف هذا متاع 4-5 مليمتر، أو كذلك من الكونتر بلاكي كما تحبوا أنتم. القعر يكون دائما مقاسه هو مقاس كل القطعة الصندوق اللي بنصنعه، يعني هنا الصندوق 1.95 على 65، القعر يكون 1.95 على 65، فهمتوني؟ المقاسات هي هذه 195، نعاود نذكركم طرحت منها 16 سنتيمتر من هنا سمك الخشبة هذه، وطرحت منها 16 مليمتر من هنا سمك الخشبة هذه، صارت 191.8، فهمتوني؟ الارتفاع الأمامية اللي هي هذه يصير ارتفاعها 10 سنتيمتر، لأني قلت لكم لازمها تكون أقل من الارتفاع متاع الصندوق هذا كامل حتى تمر الميكانيزم متاع التحويل وما تقلقوا. 10 سنتيمتر هذه قطعة اللي هي هذه. اللي بعدها اثنين قطعة بنحتاجهم هي اليمين واليسار متاع الصندوق هذا اللي هما 65 سنتيمتر في الطول و 24 سنتيمتر في الارتفاع اللي هو ستوندار. ثم نمر لي رقم 11 و12 اللي هما هذه وهذه اللي بيقسموا هذم الدعاميات اللي بيقسموا هذا الصندوق، نفس الشيء يكون ارتفاعهم نفس ارتفاع القطعه اللي من امام حتى ما يكونوا طالعين وشكلهم مو حلو من هنا، يكونوا 10 سنتيمتر مثل هذه ارتفاعهم، والطول نتاعهم يكون 61.8. علاش 61.8؟ نعاود لكم، خاطر العرض نتاع الكنبه كامل 65 سنتيمتر نتاع هذا الصندوق، نطرح منه سمك الخشبه هذه 16 ونطر مليمتر وهنا 16 مليمتر، تصير عندي هذه 61.8، فهمتوني؟ اثنين قطع 61.8 سنتيمتر على 10 سنتيمتر، ويعني أخيرا القطعة اللي من وراء اللي تكون مقاس طولها نفس مقاس القصعة اللي من الأمام، لكن الارتفاع أو العرض متاعها يكون هو ستاندارد العادي، يعني ما ننقص فيه لأنه الميكانيزم وحدة التحويل ما بتفتح من وراء، يعني يكون بها الصندوق مقفل. يعني الطول متاعها نفس الشيء كما هذه اللي هو 191.8 سنتيمتر، لكن الارتفاع متاعها مكان العشرة يصير 24 سنتيمتر، فهمتوني؟ الارتفاع متاعها. خلاص هذه هي القطعة اللي بنحتاجها. نقرب لكم الأعداد ونقرب لكم الصورة بالأرقام حتى تفهموا كل شيء. إذا كان فيه أي سؤال أو أي حاجة أنا بتصور أني فسرت بالتفسير الممل والطويل، لكن إذا كان فيه أي حاجة إنسان ما فهم أو حاجة ما علي حرج، بيكتب في التعليقات وأنا تحت أمره في كل وقت إن شاء الله. بعد ما كملنا الاثنين سحارات نيجي للصندوق الكبير. الصندوق الكبير اللي فيه القطعة هذه اللي طولها 1981.8 على 24 سنتيمتر، وفيها قطعة نفسها لكن أصغر اللي قلت لكم تيجي من الأمام حتى يطلع الميكانيزم ما تقلقه لما بيفتح. والقطعتين هذوما الأجنب الآن بتشوفوا كيف بنقوموا بتركيبهم، عادي جدا يعني ما في علم في الحكاية هذه.
بيقوموا بتركيب الخشبات هذو. المقاس الجملي كما قلنا 1.95 معناتها 195 سنتي، معناتها هذم يجيو في الوسط. كيف بيجيو؟ 65 و65، فهمتوني؟ سنتي باش يجيو في الوسط. الآن إخواني نشوفوا مع بعضنا، بعد ما نلمدوا نجمعوا ثلاثة صناديق لازم يكون عندنا الشكل هذا. إذا كان عندنا الشكل هذا معناتها خلاص إحنا بنشتغل في 100% في الصحيح إن شاء الله. يعني كما تشوفوا الصندوق الأول اللي هو هذا بيكون صحارة، الصندوق الثاني وفي الوسط اللي هو هذا القاعدة اللي بعدين حنعمل عليها الخشب السويدي اللي بنعمله منه المقعد والظهر، فهمتوني؟ يعني يكونوا بالشكل هذايا. هنا اخواني نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول من صناعة هذه الكنبة. في الفيديو القادم ان شاء الله نتعلم مع بعض كيف نصنع المقعد والظهر من الخشب الطبيعي اللي هو هذا الذي ترون، وكذلك نتعلم كيف نركب الميكانيزم وحدة التحويل حتى تصبح الكنبة قادرة على ان تتحول من كنبة الى سرير. فلا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات القادمة، والى اللقاء ودمتم في حفظ الله.